يقول: هل يجوز إدخال الناس في مغسلة الموتى بعد غسل الميت من باب الاعتبار بشكل جماعي؟ هذا ما ورد، أن الناس يجتمعون ويشوفون الميت والغسل. الميت يستر ويعمل معه ما أوجب الله من تغسيله وتكفينه، ولا يتولاه إلا الثقات من الرجال. فإذا كف فإنه يوضع للصلاة في المسجد أو في المقبرة صلى عليه.